أنا بحب جدا الناس اللي هي طاقتها الإيجابية سابقة كل حاجة، وطاقة الاحتمال عندها في التفكير أجمل وأحلى رغم الصعوبات. هنسمع عن مبادرة بنفكر لبلدنا، الاسم نفسه حلو اللي هو بنفكر لبلدنا. أنا بحب المبادرات دي، في ناس بتفكر للبلد وفي ناس ما بتشتكيش غير من البلد. أنا بقى مع المجموعة اللي بتفكر للبلد، لأن اللي بيفكر ده طاقة إيجابية، بحث، أفكار، حلم، طموح. خلينا كده نشوف إيه الموضوع. بيطلق منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسف مبادرة بنفكر لبلدنا، وده بالعاصمة الإدارية الجديدة اللي بتستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات الدولة المصرية لتعزيز التنافسية واستدامة الاقتصاد المصري. وبيتم هذا من خلال تنظيم مسابقة بحثية، شوفوا المسابقة بحثية يعني معلومات وأفكار، لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية. طبعا ده شيء جميل، يعني بنتكلم عن أفكار بالورقة والقلم وفيها شكل بحثي وعلمي. خليني أعرف مزيد من التفاصيل. نروح لجامعة بني سويف مع رئيس قسم الاقتصاد دكتور محمد عبد الغني. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. 50 فكرة حلوة، الاسم حلو والطاقة اللي فيها حلوة. الخمسين نعم. فكرة دول المبتكرة بيقدموا عن طريق يعني شكل بحثي وعلمي. كلمنا عن هذه المبادرة. هو زي ما حضرتك تفضلتي، يعني من الحاجات الإيجابية والحاجات الممتازة إن الصندوق إن مركز دعم واتخاذ القرارات من حوالي 2 سنين مدشن منتدى السياسات العامة. تمام. ومن 2021 يعني استدرج يعني عمل مجموعة من الفعاليات، يمكن أشهرهم كانت فعالية زي ما حضرتك كنت بتقولي، فعالية مثلا شبابنا يدعم قرارنا. ديت كانت الفعالية الأولى 2022، وتتواليت بعدها مجموعة من الفعاليات، ووصلنا للفعالية بتاعت السنة دي اللي هي بنفكر لبلدنا. طبعا في اهداف لهذا المنتدى، احب ان انا الفت النظر ليها. المنتدى السياسات العامه الهدف الرئيسي ليه ان هو يعني يتم نشر الوعي المجتمعي بشان القضايا المطروحه على الساحه بصفه عامه. تمام. ورقم 2 بيحاول يخلق نوع من التوافق المجتمعي، وبيعزز روح الحوار بين اصحاب المصالح وجميع الاطراف المعنيه. والمسابقه اللي حضرتك قلتيها ديت هي في الاخر هتطلع لي بتوصيات وحلول مقترحه لقضايا مهمه عندنا، وبالتالي ممكن نصيغ رؤيه بتبقى بقى مش فرديه، رؤيه مشتركه تشاركيه عشان نعزز الاقتصاد بتاعنا وعلشان ندعم ونخلق موارد مستدامه. واحنا يمكن الفتره ديت بالذات بنركز على النقد الاجنبي، عشان كده كانت المبادرة نفكر لبلدنا ركزت على 5 محاور أساسية و23 محور فرعي. تعال نتكلم على الـ5 محاور الأساسية. المحور الأول تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وحضرتك عارفة أن احنا يمكن مشكلة مصر الاقتصادية من فترة طويلة جدا اللي هو العجز في الميزان التجاري، يعني عندنا وارداتنا أكثر من صادراتنا. فلما احنا نعمل مؤتمر بيشارك فيه حوالي مثلا 150 متخصص بيمثلوا حوالي 22 جامعة حكومية وخاصة و21 جهة حكومية ومراكز بحثية، بيقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا ويخرجوا لي بتوصيات للـ5 محاور دول اللي ما قلت لك كده، هيطلع لي افكار جديدة بالنسبة للصادرات. تمام. وكمان المحور الثاني تعزيز ايرادات قطاع السياحة. هم يعني الـ5 محاور دول هم الاساس عندي اللي هم الاساس الموجودين في المبادره، ودول اساس منبع النقد الاجنبي المصري، يعني هم دول موارد مصر من النقد الاجنبي، يا اما صادرات يا اما ايرادات سياحيه. والمحور رقم 3 اللي هو عائدات المصريين العاملين بالخارج، والمحور رقم 4 تعزيز ايرادات قناه السويس، والمحور الخامس ان انا اشجع الاستثمار الاجنبي المباشر. طبعًا. لان دوت مورد طبعًا. مهم، واللي بيضخ لينا حتى الان لا يليق بمستوى مصر الاقتصاد
الاقتصادي، وبالذات الخمس ست سنين الاخيره احنا عملنا بنيه اساسيه وبيئه اعمال تجذب اي مستثمر اجنبي. صحيح. فاحنا دلوقتي طيب. عايزين نروج لهذه شيء جميل. هذه المبادره بخمسين فكره، حضرتك قلت انه في جامعات يعني قوميه بتشارك وخبراء ومتخصصين ومعلومات بحثيه عن كل فكره. الانتهاء بقى من ان هذه الافكار هتصب فين؟ يعني هتروح فين هذه الافكار عشان يعني ممكن تساعد في التنفيذ او تبقى في حيز انها يعني يتم الاعتناء بيها ويتم ايضا يعني اخذ افكار منها؟ شوف حضرتك، هو في حفل الافتتاح كان عندي ممثلين من الحكومه وممثلين من القطاع الخاص وممثلين من المؤسسات الدوليه. تمام. الثلاث اطراف دول لما بيشتركوا مع بعض اكيد بيوصلوا لحلول توافقيه ممكن تنقل نقله نوعيه. مركز دعم واتخاذ القرار اللي هو منشئ مجلس الوزراء، مجلس الوزراء ده تحت رئاسه مجلس الوزراء، يعني انا حضرتك في بؤره صنع القرار المصري، واخد بال حضرتك، فهو التنظيم كله تحت رئاسه مجلس الوزراء. فهو بيبقى بيصب في نفس القسم. الجديد بقى في المبادره ديت، وانا احب اركز والقي الضوء على النقطه ديت حضرتك، ان المبادره ديت هو كان في خمس ست مبادرات قبل كده من سنه 21، المبادره ديت تم اشراك الشباب فيها. يعني تم اشراك شباب الباحثين من الجامعات، وبالتالي طبعا حضرتك عارفه ان دايما طاقه الشباب طبعا ممكن بتخرج لي افكار طبعا خارج الصندوق، بتخرج لي افكار طبعا جديده طبعا، ودوت كمان بيهدف لحاجات ثانيه غير ان انا بعزز موارد مصر الاقتصاديه واستدامه الاقتصاد المصري وقدرته على التنافس الدولي، برضك بيعمل لي بيشارك لي او بيساهم في تحقيق اهداف لشبابنا واولادنا الباحثين. اكيد اكيد. فمثلا ممكن ان احنا خلال المنتدى دوت والمبادره مستمره على مدى ثلاث شهور خلال الاجازه الصيفيه. تمام. فهي بتضم عدد كبير من الشباب. يعني اذا في خلال الثلاث شهور المناقشات بتبقى موجوده وطرح الافكار والاهتمام، فده وقت كافي يعني. نعم، فالشباب هيتعلم ازاي يكتب ورقه بحثيه، ورقه تمام سياسات، وهيتعلم ازاي ورقه السياسات دي يمكن تنفيذها او تكون قابله للتنفيذ، زي سؤال حضرتك من شويه، يكون قابل للتنفيذ مش كلام. صحيح. بحث على الورق، ويكون قادر على تقييم السياسات العامه. تمام. كمان بيتعرف ويدرك اساسيات ولا ادوات استشراق المستقبل. استشراق المستقبل لا، هو كمان هنا الشباب هيبقى عنده فكرة المشاركة، اللي هو أنا بشارك بعقلي وأفكاري وعلمي في طرح أفكار كتيرة ممكن تفيد بلدنا، زي ما أنتم واخدين الاسم الرائع مبادرة بنفكر لبلدنا. الحقيقة أفكار كلها إيجابية، بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى أنه الثلاث شهور وهذه الأفكار الحقيقة تثمر عن أشياء كلها إيجابية وتبقى في صالح كل المحاور اللي حضرتك تحدثت عنها. دكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد جامعة بني سويف، بشكر حضرتك وكل التوفيق لمبادرة بنفكر لبلدنا.